ناسهم وأعمارهم، وبعدما انقضى موسم الحج الأكبر إذ بضيوف الرحمن يودعون أفضل البقاع، يودعون المشاعر وقلوبهم فإناقة بالمشاعر، يغادرون البطحاء ولسان حالهم يقول لك أما منازل في القلوب منازل، فتتفرق الجموع في منظر مهول ومؤثر ومشهد عظيم ومعبر. إن هذا التفرق بعد الحج الأكبر ليذكر بفراق الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. عباد الله، لقد ودع الحجاج من جرار الحرم ولسان حاله، عائدون آيبون تائبون لربنا حمد، يهدوهم الفرح إلى أوطانهم وبلدانهم. قد انقضوا مناسكهم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفعل هو خير مما يجمعون، ولعلهم قد رجعوا لبلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وعادوا إلى أوطانهم بغنيمة تستوجب الشكر والحمد. قد غفر الذنب وستر العلم وكفرت الخطايا، فحري بهم أن تستحثهم العزيمة على الثبات وعلى التوبة النصوح وتجديد العهد مع الله والاستقامة على طاعة الله. أيها الناس، للطاعة في النفوس أثر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج مورد ومنهل للتزود من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالطاعة إذا لم تقرب من الله وتبعد عن محارمه فلا شك أنها مردودة، وإنما يتقبل الله من المتقين. فالحرص على العمل يجب أن يصحبه حرص على القبول، ألا وإن من علامات قبول الأعمال تغير الأحوال إلى أحسن حال، وفي المقابل